السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم الفلان باتيسري اللي تيجي جديد، وكيف ما كنت وعدتكم باش غادي نقدم لكم. اليوم جات الوقت نتاعو باش نقدم لكم. دابا غادي ندوزو نشوفو البريباراسيون، المقادير نتاع البريباراسيون نتاع لاكخيم. هنايا كيف ما تتشوفو عندي ايطون تاع الحليب، غادي نقص منو كاس، وداك الكاس اللي غادي نقص منو غادي نعوضو بكاس ديال الكريم بحال هكا. ولا ما عندكمش الكريم غادي تخليو اطره الحليب. انا غادي نقص كاس من هاد الليتر وغادي نعوضو بكاس نتاع الكريم كيف ما كتشوفوا. وعندي جوج شاصيات نتاع الفاني، كاس نتاع السكر حبيبات، معلقه كبيره نتاع الدقيق نشا، وكذلك ثلاثه المعالق كيف ما تتشوفوا هنا ديال لاكريم ديال كريم باتيسري على هاد الطريقه. الا ما كايناش عندكم هاد الكريم تقدو تعوضوها بدقيق نشا، ديروا 4 المعالق اللي هي كتعطينا يعني بحال دابا كيف ما تتشوفوا انا عندي معلقه ديال دقيق نشا وثلاثه د المعالق ديال لا كريم باتيسري. نقدروا نعوضوهم كاملين غير بدقيق نشا الا ما موجوداش عندنا هاد الغبره هادي ديال لا كريم باتيسري. وهادو هما الطريقه ديال الكريم. وعندنا هنايا غادي نشوفوا، غادي ندوزوا هنا نشوفوا الطريق نشوفوا المقادير ديال لاباط. بالنسبه للباط عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده اللي تتكون هكا تتكون دايره تتكون دايبه. عفوا وهنايا نسيت ما كملت لكمش هذا، راه عندنا 4 ديال البيضات بالنسبه لهاد الكريمه هذه. راه عندي في المجموعه 5، وحده غادي نحتاجها العجين، وربعه غادي نحتاجهم هنايا للكريمه. كيف ما قلت لكم باش ما نتلفكمش، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده اللي تكون دايبه، وعندي بيضه، عندي هنايا 50 غرام ديال السكر حبيبات، 250 غرام ديال الدقيق الفرص، جوج كذلك شاصيات نتاع السكر فاني. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو على بركه الله. بسم الله غادي نبداو. باش غادي نبداو؟ غادي نبداو بسميتو بهاد العجين هادي، غادي نصاوبوها باش نخليوها تبرد لنا، ندخلوها تبرد لنا شويه في الثلاجه بيد ما قدينا لها ديك سميتو. غادي ندوز هنا كيف ما قلت لكم عندي 250 غرام ديال الدقيق، غادي ندوز نغربلها. بعد ما غربلتها غادي ندافع عليها كذلك هاد، غادي نغربلتها السكر السنيده شي خطرات كيتكور نتوما كتشوفوا شتو داك. وغادي نضيف هاد جوج شاصيات ديال سكر فاني. قبصة الملح اللي تتبقى ضرورية في كل حاجة، تنضيفو ديك القبصة نتاعنا د الملح. صافي هنا غندير واحد الحفيرة، غادي ندوز نضيف فيها ديك الزبدة. كما تشوفوا الزبده راه دايبه، خرجتها من الثلاجه ما كملاش حتى 10 دقائق حتى شوفوا كيفاش رجعت ليا بهاد الحراره هادي. صافي غادي ندوز ندخل هاد الدقيق في هاد الزبده هادي بحال هكا حتى ترمل لنا هاد الدقيق كامل مع الزبده. الزبده يعني تكون غير مارغرين، ماشي ديال الحك، ماشي هادي، ماشي شي زبده معينه، يعني غير هذيك ديال الحق. صافي غادي نحاول انني ندخل هاد الزبده هادي في الدقيق. صافي بعد ما رملت داك الدقيق مع الزبده كيف ما تتشوفوا، صافي يعني راه كله تخلط ليا، ما بقى حتى شي بلاصه غير الدقيق ولا غير الزبده بحال هكا. دابا دزت خديت ديك البيضه طربتها مزيان باش غادي ندوز نبقى نضيف غير شويه بشويه. الا ما بغيتوش ديروا البيضه ديروا 50 غرام ديال الماء، غادي تجمع لكم هاد سميتو، يعني غادي تجي نيشان
دابا انا غادي نضيف هاد البيض بحال هكا، يعني اللي طربت، غادي نبقى نخلط بحال هكا في هاد سميتو، في هاد الدقيق، يعني غير بالريوس ديال الاصابع كيف ما تتشوفوا، حيت حنا غرضنا بواحد العجينه اللي تكون فتيه ماشي تكون قاصحه نعضوها وترسنا السنان. نبقاو نضيفو غير شويه بشويه، وحنا تنجمعو غير بحال هكا، ونشوف واش غادي نكملو ديك البيضه ولا لا. كنظن لا، صافي هاد يعني صافي هنايا، راح بقى لي منها ما درتهاش كامله كيف ما تتشوفوا. صافي غادي نكمل بحال هكا، نجمعها وغادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه. من الاحسن الا كنتو بغيتو ديروا هاد الفلان هذا، تصاوبوا مثلا العجينه الصباح ولا بالليل. الا صاوبناها مثلا بالليل غادي ندخلوها للثلاجه ونخليوها حتى غدا الصباح، وندوزو نصاوبوا لها ديك الكريمه ديالها وندخلوها طيب، ولا نصاوبوها الصباح وفي العشيه سميتو. نكملوا هذا التحضير، اما دابا انا كيف ما تشوفوا باش نوريكم الطريقه كذلك ديال لاباط ديالها، انتما كيف كتشوفوا داكشي باش خديتها دابا، ولكن ما غاديش نستعملها دابا، راه غادي ندخلها للثلاجه وغادي نخليها على الاقل واحد 30 حتى 40 دقيقه باش هاد الزبده هذه تقصح ليا، وانا غادي ندخلها ديريكت للمجمد باش ما تاخذش معايا كما قلت لكم الوقت، باش دغيا هاد لاباط هادي انتما كيف ما تشوفوا دغيا تقصح ليا هاد الزبده هادي. صافي وندوزو باش نطلقوها. دابا انا غادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي وندخلها المجمد ونطلقها باش نشوفوا كيفاش نقادو هاد الكريمه هادي. صافي بعد ما دخلت العجين ديالي المجمد، دابا غادي ندوز، خديت هنايا واحد كاسرونه، غادي ندوز ناخذ الحليب، غادي نقسم منه الكاس اللي قلت لكم، اللي عنده الكريمه اللي ما عندوش يدير يطرب كامل ديال الحليب. هانتوما هو الكاس هنايا، غادي ندوز نضيف الباقي هنايا في الكاسرونه. وغادي نضيف عليه ديك الكريمه، انا عندي هذه تتوزن عندي كاس وشي شويه ماشي بزاف، ما راني مولفه كنعبرها. صافي المهم نتوما ديروا غير كاس. ملي كنديروا هاد الكريمه تتعطينا واحد المذاق تتجي بنينه، يعني تتعطيها واحد المذاق كتجي بنين. ولا ما كانتش كما قلت لكم نضيفوا غير الحليب، صافي ما نديروش كاع هذا، نخليو يطرط الحليب. صافي هادشي اللي كاين، غادي ندوز انا نضيفها فوق العافيه، هاد الكاسرونه هادي غادي نديرها فوق العافيه باش يسخن ليا هاد الحليب ونطلقها. دابا هنا اش غادي ندير، غادي ندوز نغربل، خديت هنايا واحد البول نغربل هاد الدقيق تنشا باش ما يبقاش مكور. ونغربل كذلك هاد الغبره ديال الكريمه. كما قلت لكم الحليب غير غادي يسخن ماشي يغلي، غير يسخن صافي. صافي غادي ندوز نهرس اربعه البيضات اللي راح مثلا يكونوا غاسلينهم من قبل. وغادي ندوز نضيف حتى داك الشويه اللي بقى ليا قبيله من سميتو من العجين، غادي نضيفو مكيناش نخليو حتى هو. صافي غادي نخلط هادشي البيض مع هاد الدقيق نتاع المايزينا نتاع البلا. كان مقوى كما
كتشوفوا يعني راه ما بقاش كاع الكور. دابا غادي نضيف داك الكاس نتاع السكر حبيبات. بالنسبه للسكر حبيبات كما قلت لكم السكر حبيبات اللي ما بغاش يضيف كاس كامل يضيف غير النصف ديالو، اللي ما كيبغيش الحلاوه ما تضيفوش كامل صافي. حتى انا ما غاديش نضيفه كامل، وغادي ندوز نضيف هاد الجوج نتاع السكر فاني. صافي دابا غادي ندوز بعد ما سخلي داك الحليب، غادي ندوز القنديطه هنا شويه بشويه على هاد البيض. وانا كنحرك غادي ندوز نرجعو في الكاسروله باش نديرو فوق النار. كتشوفو دابا غادي ندوز نضيفو فوق النار حتى يعقد ليا. دابا صافي درتها كيفما قلت لكم راه كتسخن. غادي ناخد واحد جوج ديال نحطيه بحال هكا علاش غادي نسرح ديك لاباط. انتما بعد ما وضعتها فوق النار مهيله وانا تنحرك بحال هكا ما نحيدوش يدينا عليها باش ما تلصقناش حتى كتعقد كيف ما تتشوفوا. دابا راه عقدات ليا انتما تتشوفوا يعني صافي عقدات لي، وشوفوا العافيه كيفاش ناقصه لها يعني كيخصنا نكونوا ناقصين لها مزيان مزيان صافي. منين كتعقد لنا بحال هكا تنحبسوا عليها النار وباش نوجدوا بها باش حيت نطلقوا لاباط. ها نتوما تشوفوا غنخويوها على لاباط. اما نديرو بحال هكا ولا نديرو غير دقيق، لان مبغيناش نديرو هاد الباطيط نديرو غير دقيق صافي. ندوزو نطلقوها عادي راها قطعت ليا انا حيت درتها كيما قلت لكم في المجمل دغيا دغيا وجدات لي. ولكن عاوتاني غير تنجبدوها الا ما خدمناهاش دغيا دغيا كتعاود ترخف مع الزبده، ديك الزبده دغيا كتسرب والحال سخون يعني خصنا نسربيو دغيا يدينا ما نبقاوش تقهر. وخصنا نرققوها ما تبقاش غليظه بزاف. صافي خديت هنايا داك الموم بحال هكا دهنته شويه بالزبده وخليته ما درتلوش داك القاعده ديالو التحتانيه درته تما صافي. غادي ندوز دابا نحيد هاد لاباط كما كتشوفوا هاد الشكل. صافي وغادي ندوزو باش نلبسو هاد يعني ما نخافوش منها وقت تقطع لنا نعاودو حيت ماشي لاباط فريتي واخا تقطع لنا ولا تقبلنا هذا نقدو نعاودو عاوتاني نقدوها ماشي مشكل. دوك التقابيل اللي دارولنا نقدوهم صافي. انا غادي نقادها ونطلقها ولا شت شي تقيبه ولا شي حاجه غادي نقطع مرصو د العجينه ونسوديها ماشي مشكل.
شفتوا كيف قلت لكم دغيا دغيا تتعاود دغيا دغيا كتعاود ترخ في الناس الزبده ما تتبقاش قاصحه. صافي بحال هكا يعني ما كاينش شي حاجه. غادي ندوز انا نقادها بالموس، غادي نقطع هاد الجوانب هادو بالموس باش نقادها على واحد هذا على واحد لابار اللي بغينا تكون فيه عاليه. غادي نكملها انا التقطاع ديالها وانا تنقد فيها. صافي بعد ما فديت لاباط غادي ندوز ندخل فيها هاد ندوز نجيب واحد لاسباتول باش نهبط داكشي اللي بقى لي. صافي ونحاول انني نقادها، نقاد لها الوجه ديالها. صافي وندخلها للفران طيب. الفران راني دايره انا كيسخن شاعله ليه من تحت ومن الفوق وغادي نخليوها حتى طيب، وديك الساعه تتبقى الوجه ديالها الا بغيتو يكون محمر نورمالمون كي الفلان كما كنعرفو راه تيكون محمر لينا من الفوق بحال محروق. غادي نخليوها المهم ديك الساعه طيب تتحكموا فيه كيف ما بغيتو. واللي غيسقسيني يقول لي واش تتبقى فيها ريحه البيض؟ لا، حيت كيف ما تتعرفوا راه حنا درنا لها داك الفلان داك البودر نتاع الفلان، يعني تتعرفوا كيفاش تيكون هو فيه واحد النسمه ديال بحال البنان بحال الفاني تيحيد لنا الرائحه ديال البيض، وكذلك حتى نسمناها بالفاني تتجي بصراحه لذيذه. المهم انا غادي ندوز ندخلها نديرها للفران حتى طيب ونطلقها باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش تتجي. كيف ما تتشوفوا بعد ما طابت الفلان ديالنا كتجي على الطريقه كيف ما قلت لكم، انا خليتها تتحمر نورمالمون خاصها تحمر بحال هكا، واللي ما بغاهاش محمره تاخذ هذا اللون. المهم هو تيتحكم فيها. دابا بعد ما هذا صافي دخلتها انا بردات، غادي ندوز نزينها الوجه ديالها بالناباج. غادي ناخذ واحد المعلقه هنايا ديال الناباج وغادي ندوز نسخنها في الميكرووند دغيا دغيا ولا في حمام مريم، يعني دغيا دغيا غير ذوبنا غير شويه. صافي وندوز نديرها لها، غادي ندوز انا نديرها في الميكرووند. صافي دابا غادي ندوز نحطها في صحن تقيل. بحال هكا بعد ما داب ليا الناباج دوبتو غير شويه. صافي غادي ندوز ندهنها باش تعطيني داك اللمعان ديال الناباج. الا ما عندكمش ديروا الكونفيتور، ولكن كيبقى دائما الناباج هو احسن حاجه تيعطينا ديك اللمعان زوين. ترى بحال هكا بقاش كاينين شي وصفات اللي ما نقدوش ندير لهم الكونفيتير، من الاحسن يكون الناباج. صافي غادي ندير لها كاع في وجهها وندير لها في هاد الجوانب هادو. دائما تنصيفط عليه تيجيني من المغرب، ديما كيكون عندي هو والجليكوز كذلك الحوايج اللي تنقدو تلقاوهم هنا، ولكن تلقاو فيهم داك الجيلاتين ماشي حلال، داكشي باش كنضطرو اننا نجيبوهم من المغرب معنا ولا نوصيو عليهم. صافي ها هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، انتما كتشوفوها كذلك من هنا كيفاش طابت ديك لاباط، يعني كيفاش تتكون محمره تتجي زوينه. المهم غادي ندوزو باش نقطعوها ونشوفو كيفاش كتجي. دابا غادي ندوز نقطع لكم واحد لبتي مخصو.
يعني ضروري ما تبرد، الا ما برداتش ما كتجيناش. اذا ما خليناهاش تبرد ما غاديش يعني تكون زوينه. كيف ما تشوفوا الفلان ديالنا كيفاش كيجي، الصراحه تجي لذيذه، تجي زوينه كما كتبان لكم لاباط، وخصها تكفينا في البروده. المهم انا خليتها واحد الساعه وتجلس حتى اكثر. نتمنى تعجبكم وديروها في ديوركم، الصراحه تجي زوينه وتجي حسن ملي تتباع. ما تنساوش البنات التعاليق ديالكم اللي كتخليني كما كنقول لكم باش نزيد لقدام. والى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي عليكم.